السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعودتوا كل فترة ببرنامجكم تست درايف تجربة قيادة أن نجيب سيارة غريبة جدا، ناس تحبها وناس ما تحبها، ناس تشوفها عادية ناس تشوفها مميزة. وسيارتنا اليوم واحدة من هذه السيارات اللي هي فيات 595 كومبيتيزيون أبارث 2018. هاي السيارة عبارة عن فيات 500 معدلة من قبل أبارث. أبارث شركة المفروض هي إيطالية متخصصة بسيارات السباق، أسسها كارلو أبارث عام 1949، هو كان متسابق يطور السيارات وسواها سيارات قوية. أبارث مملوكة لفيات جروب، فيات وكرايزر بشكل عام، وهي الآن حاليا تعدل سيارات فيات سواء كان 500 أو أي طراز آخر من الفيات، خصوصا السبايدر السبورت الكوبيه. فهاي هي أبارث، لمحة سريعة عنها يعني بشكل سريع. شو تختلف اليوم سيارتنا عن الفيات 500 العادية؟ غير الموضوع أو الشكل الخارجي للسيارة اللي هو الكت بيكون مختلف بالكامل كشكل خارجي مبدئياً. هاي من الأمام، أوكي، هي السيارة عبارة عن يعني نتفة صغيرة يعني، فنتكلم عنها بشكل سريع من ناحية الشكل الخارجي. من الأمام تختلف، من ناحية الصدام الأمام بيكون مختلف مع مشتت الهواء بالأسفل، عندك كشافات ضباب، عندك إضاءة زينون والضوء العالي بيكون أصفر، وبصمة الأبارث وشعارها اللي هو العقرب السكوربيون، هاي بتميز نسخة الأبارث. السيارة مقدمتها جدا قريبة، فراح افتح البونيت بس تشوفوا شيء دقيقة شوي، يعني عشان تنتبهوا شوي ملاك السيارة هذه اذا قررتوا تشتروها. يعني تشوف السيارة كيف محرك على اللون الاحمر مع بصمة او هوية الأبارث السكوربيون، حنحكي عنه اكثر على الطرقات، بس حبيت يعني تشوفوا معاي انه المساحة كثير صغيرة. المحرك التيربو بالامام قريب جدا على مقدمه السياره، فانتبه انت من التصادمات عشان ما تاثر على ميكانيك السياره. في عندك راديتر كبير جدا عشان يبرد ويعطيك هواء مطلوب. السياره على وزنها محركها جدا ممتاز اللي هو ال 1.4، معلومات اكثر ان شاء الله على الطريق بعدين بتكون، بس حبيت تشوفوه وتاخذوا لمحه عن هذا المحرك. السياره طبعا الان واصله الميدل ايست، حتى السياره استلمتها كانت ماشيه 19 كيلو لسه وكاله، يعني سجلوها الجماعه واعطونا اياها، فبس استمتعوا بشكلها الأمامي. صراحة تصميم مسألة ذوقية، فشو رأيكم حلوة أو لا؟ خبروني وتعالوا نشوفها من الجنب. بالنسبة للجنوط والإطارات، الإطارات الموجودة على السيارة من ميشلن، فالجماعة مهتمين بالبرفورمانس بالأداء، أن يعطونا إطارات مفروض تعطيك تماسك ممتاز. بالآخر هم يشوفوا السيارة سيارة رياضية، يعني ما يشوفوا انه سيارة عادية قوية، لا، سيارة رياضية. جنوط 17 انش. شو بتقدر تطلب بالسيارة انك انت تعملها على كيفك؟ مثلا عندك اول شيء الوان خارجية عديدة، تقريبا عندك 30 لون او ميكس الوان خارجية. الجنوط ايضا عندك 5 اشكال مختلفة للجنوط، مقاسهم كلهم 17 انش. هذا الجند القياسي الاساسي، تقدر انت تختار غطاء اللي هو الكب ماونت، هذا غطاء تبع الجنط او التاير، مثلا اصفر احمر ازرق على كيفك انت، شو عندك خيارات والوكيل شو يوفر. حتى بالنسبه للفرامل، الكاليبرز الموجودين عندك بريمبو 4 مكابس اماميه، ادائهم صراحه الفرامل جدا ممتاز. ايضا تقدر تختار اصفر ولا لون ثاني، احمر ولا ازرق مثل ما قلنا. ديسكات بريك، ايضا عندك التخريم الموجود او التهويه الموجوده عشان تبريد افضل. حتنصدموا انتم تقولوا يا اخي بالاخر السياره بهالحجم يعني شو حيكون في ادائها رياضي يعني، بس الجماعه الطليان او الايطاليين يعني اشتغلوا على السياره من كل قلب رب، خلينا نقول نحكي الصراحه بالاخر يعني. الجماعه بيهتموا بتفاصيل صغيره، عندهم خبره سنوات من 49، تحكي انت تقريبا 68 سنه ولا تقريبا 68 سنه 69 سنه، فهم يشتغلوا على السياره صح، يعني عدل الماكينه لازم يعدل الفرامل، فكل شيء مدروس عندهم. حتى عندك أنظمة التعليق الموجودة على السيارة معدلة، حنحكي عنها أكثر على الطرقات إن شاء الله. عندك تخطيط الجانبي الأبارث، هذا اللون الأسود أيضا موجود، بصمة الأبارث وال 595. عندك فتحة سقف البانوراما تقريبا موجودة على السيارة، هو فقط أنك ستارة تفتحها وتسكرها. مرايا، ما في أي أنظمة مساعدة، ما في أنظمة نقطة عمياء، ما في نظام دخول دون مفتاح، المفتاح موجود عادي جدا. شوف عمور، واضح معك هذا الزر أبارث عشان تفتح المفتاح، فتح وأغلاق وفتح الصندوق الخلفي. فبس هاي السيارة حجمها صغير، يدوب 3 أمتار و 60 سنتي، يعني سيارة صغيرة بالآخر يعني. شوفها من الخلف مع بعض. من الخلف السيارة شكلها أيضا مميز قدامك في الشارع، فأنا مش عارف يا أخي، الناس كانت تشوفني بالشارع أنا وسايقها، مو عارف هل هم شايفين سيارة مميز ولا شايفين شكلي غلط جواها،
يعني انا قاعد صراحه جوا يعني راسي طالع من السقف كما بيقولوا. والله مستربين يمكن. هاي بصمه ال 500 مع انه السياره اصلها 500 وبعدين تعدلت ل 595 اللي هي الابارث. عندك حساسات خلفيه بس ما في كاميرا خلفيه للاسف، بس ما تحتاج كاميرا خلفيه، انت اوريدي شايف كل شيء. بكون داخل اللايت نفسه عندك لون اصفر، اربع فتحات عادم. ليش؟ عشان الشكل بالاخر، ما في منهم فايده بالناخي كاداء يعني. هم بالاخر اكزوز لو كان فتحه واحده حيعمل شغله، سوبر اكزوز واحد يعني. فهدول اربع اشكال او اربع فتحات عشان الشكل مع مشتت الهواء الموجود بالاسفل. وبس جاهزين، بدي افتح الصندوق بس في شيء مفاجاه جوا حدوق عليكم. رجعته على الكرسي؟ لا والله. يلا طيب. وقع عليك؟ طيب. الجماعة حاطين الإطار الاحتياطي على المقعد الخلفي، والسيارة هذول فيها أصلاً مقعد خلفي، يعني أربع مقاعد، فالإطار الاحتياطي لازم أنت، والله أجيب الإطار الاحتياطي، دقيقة بس أجيبه. ما بطول عليكم، ثانية بس. وهي الإطار الاحتياطي. أوكي، هم استلمنا السيارة حاطينه على المقعد الخلفي، فنحن عشان نجرب المقاعد الخلفية حطيناه في الصندوق، بس المشكلة في الصندوق أنت ما بيسكر معاك بسهولة، شوف. ما بيسكر. فلازم شو نسوي؟ بدك أنت تضغط بهالطريقة أنه ينزل. أوكي؟ وبعدين يعني تجبر الباب انه يسكر بقوه يعني عشان تحتفظ في التاير وتعمل مساحه خلفيه لمقاعد الصف الثاني. حجم الحموله الموجود 185 لتر فقط لا غير، فهي الاصغر بين منافساتها لو حسبناها مع البيتل او حتى مع الميني كوبر. فبس تعالوا نشوف فيات 500 ابارث من الداخل. عمر انت شو بس قدم شوية ظهر، ما بتقدر؟ دقيقة لازم افتح الباب. هاي مشكلة بالسيارة على فكرة، انه مكان القبض عشان تعدل الظهر، اذا لا تفتح الباب عشان تعدلها. انا هيك تمام صراحة، بس انت شو؟ انا يعني ممكن امشي فيها 50 كيلو بس، اكثر من هيك مستحيل. طيب شوف انا الان كيف قاعد ورا عمر، يعني رجلي ما بقدر ادخلها في النص، لازم اكون يعني فاتحها شوي، بس بالاسفل ممتازة مسافة الراس، اذا مقدم نفسي تمام. بس ارجع صعبه شوي صراحه، ارجع على خاص اضرب، لازم تكون في هذا السبيس، في هذه المساحه. اوكي لازم تضل فاتحه عشان ما يضرب راسك، عشان ما يضرب راسك انت. المشكله قاعد عمور ما شاء الله 193 سنتي وانا 187. 92 193 انا 187، فالسياره حتكون ضيقه علينا صراحه يعني بالنسبه لنا. امبارح كان منظرنا حلو كثير قدام الناس صراحه. يلا انزل انزل، خلينا نشوف السياره من الامام. بسم الله الرحمن الرحيم. شغل السيارة صوتها أكبر منها. أوكي صوت، عندك صوت عالي طبعا، الإكزوست قصير، داون بايب على التوربو، فعندك أصوات تطلع بسيارة حلوة. اسمع صوت التوربو، صوت الإكزوست. سيارة جديدة، خلنا نشيل البلاستيك الموجود. الآن نتكلم عن مقاعد سيارة سابلت. عندك أنت المقاعد اللون الأسود، في مقاعد تجي لون أحمر، في مقاعد لون بيج. عندك هذا الماتيريال الموجود، المخمل هذا والقماش اللي بالداخل، مقاعد بوكيت سيت تعطيك تماسك كويس على المنعطفات. المقاعد مو مريحة كثير للمسافات الطويلة. تحكم يدوي بكل تأكيد عندك كامل. أوكي أمام خلف. المشكلة بالتحكم بالظهر، شفت من شوي كنت أنا وعمور منجرب مقاعد خلفية فهو قاعد الأمام، أنك أنت ظهر المقعد عشان تتحكم فيه لازم تفتح الباب، لأن الكرسي خلاص على الباب لازق تماما، فما في مكان أنك أنت تقعد تحط إيدك وتعدل ظهر المقعد بكل صراحة. من كم من كلام على السيارة من الداخل، عندك أنت عم تشوفه التابلو أمامي، عندك كربون فايبر، في بلاستيك بالتأكيد، ولكن هذا الكربون فايبر بميز نسخة الأبارث. عندك عجلة القيادة أيضا كبيرة بالنسبة لحجم السيارة الصغير. عندك الكنتارا مع الكربون فايبر بكل مكان ايضا، شبيهه بعجل قياده للسياره، تعتبر من احد يعني خلينا نقول اولاد عمها يعني، فشو السيرنج بيشبه هاي السياره.
عندك شيفتنج بادلز موجودة. نجي الآن للشاشات، عندك الشاشة الوسطية عندكم عم تشوفوا الآن، أنا حاطة وضعية السبورت من خلال عداد الجي فورس الظاهر أمامي. هذا الزر اللي هو بحول فيه بين وضعية القيادة العادية والسبورت، أوكي نورمال، بيطلع عندي RPM عادي، السيارة كم بنزين، كم الحرارة، شو تاريخ اليوم، شو الوقت، كم استهلاكك للبنزين الآن. أما تضغط زر السبورت يعطيك جي فورس، RPM، سرعة، رقم أكبر، بنزينك كم عندك، وحرارة، فبيعطيك المعلومات بشكل مبسط اللي بتهمك أنت حاليا في السباق. وعلى جهة اليسار عندي هون عداد البوست تبع التيربو، المفروض عندك أنت للتو بار، هو بيفتح تقريبا 1.8، ما وصل معي لل 2.0 يعني، فيعني كويس مقدار فتح التيربو وضغط التيربو يعني. الشاشة عندك 7 انش بتعمل باللمس، فيها نافيجيشن، فيها خريطة، ولكن للأسف ما فيها كاميرا خلفية مثل ما ذكرت. فيك تشبك تليفونك، نظام الصوت الموجود البيتس عندك تقريبا 380 واط، سماعات موجودة بكل مكان، بالخلف، على الأبواب، فوق، نظام الصوت كويس بالنسبة لحجم السيارة. شو نتكلم كمان من الداخل، عندك أزرار تحكم بالمكيف ظهر أمامك، أوكي، وعندك هذا الجير، الجير عندك أنت أوتوماتيك، ما في دي، عندك عطول أو باركينج، بس الباركينج اللي تحط إن ترفع الهاند، نفس مبدأ سيارات الفراري بلا تشبيه يعني، وحتى عندك موضوع تمشي دي تحط على الواحد وبعدين خلاص اختار يا أوتو يا مانوال. السيارة غالبا تكون بوضعية الأوتو إلا إذا أنت ضغط. الحلو بالسيارة ما تبدل الجير غير أنت تبدل لو حاطة مانوال. بصمة لبارث، عندك هاي الأزرار عشان الزجاج الجانبي، وفي زر نسيت أكلمكم عنه اللي هو هذا، هو عشان كشافات أمامية خلفية. شو كمان نتكلم عن السيارة، عندي شيفتنج بادلز، ما في مثبت سرعة بالسيارة، تحكم بالطارة أو الستيرنج مانوال، تكييف بارد صراحة ما عليه أي تعليق، حاملات أكواب، مدخل AUX USB كله عم يظهر أمامكم بالصور، عندك ولاعة وعندك حاملات أكواب أيضا بالخلف. هاي فيات أبارث، خلنا نطلع الآن نتمشى في الطرقات، نتكلم عن ميكانيك السيارة، وزنها، وأرقام التسارع اللي بتهمكم، وسعرها اللي أنا أول شيء كنت خايف إنه خبروني عن سعرها يكون غالي جدا، بس الأخير طلع سعرها عادي. فتعال نخبركم عن الطرقات عن هذه المعلومات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحرك الآن على الطرقات، ندوس. شوف التبديل، عندك الجير عندك 5 غيارات دبل كلتش، بس تبديل بطيء، يعني هم مسوين نفس مبدأ يعني عم بيحاولوا يعيشوك سيارات السباق، انه بتحس من قوة الموجودة والكلتشات ان الجير يرميك يمين يسار فوق تحت، فالتبديل بطيء. المشكلة لو كان فقط على السبورت انه يعطيك هذا الاحساس من القوة واللاج الموجود انه اوكي، ولكن حتى على وضعية القيادة العادية الان انا بدي احط نورمال اوكي اوتو، اوكي هي اوتو يعني بمشي اوكي خذ بدل، تعطيك في نتعة. انا اوقف وقوف تام مثلا، انا واقف في الزحمة حرق الطريق، الجير غير مريح لركاب السيارة باللاج الموجود، من ابطأ انظمة نقل السرعة والجير اللي جربتهم في حياتي اوكي. رغم انه على السبورت ممكن تحس فيها نوع انه عم بيعطيك احساس قوة، ما عم ببالغ، السيارة فيها قوة صراحة على وزن 1060 كيلو او 62 كيلو فيها قوة، فقوة السيارة ومحركها اللي شايلة هذا 4 سلندر 1.4 او 1400 سي سي توربو تشارج من شركة جارت، عندك القوة الحصانية 180 حصان، والعزم بيكون عندك 250 نيوتن متر من التورك. وبالنسبة للتسارع، تسارع هالسيارة اللي امامكم الفيات أبارث من 0 ل 100 6.9 ثواني، 6.9 مش رقم ينافس ولكن رقم كويس صراحة، يعني انه 6.9 على سيارة 1.4 توربو، اكيد في ارقام افضل من هيك، هي ليست الافضل، ولكن هي كفكرتها بفكرة الميكانيك التقليدي اللي فيها، بفكرة فيها روح سيارات رياضية خفيفة حلو، ولكن ليست الأفضل بكل صراحة، ليست الأمتع بالقيادة، ليست الأسرع، ليست الأفضل، ولكن فيها شيء مميز للذي يبحث عن تميز فقط لا غير.
السرعة القصوى اللي فيها 225 كيلومتر في الساعة. حكينا عن الجير انه في لاج، نتكلم عن سعة خزان الوقود اللي انت بتفكر انه سيارتك تصرف ولكن خزانها صغير يا جماعة الخير، 35 لتر فقط لا غير. فيعني 35 لتر، اللتر درهمين، 70 درهم تفلل سيارتك فيت أبارث. انا بتكلم اذا اللتر درهمين، حسب من ضغطك حسب انك كم بتفلل سيارتك. 35 لتر مصروفة عادي السيارة. ما حسيت والله حتى لو بدوس انه والله انا عم بصرف بنزين كثير، مصروفة عادي صراحة. كقيادة عزلها مو كثير كويس من ناحية الأمام والفتحة الكبيرة الموجودة بتدخل هواء السيارة، بالنسبة لحجمها الصغير أكيد هتدخل هواء زيادة. بس بشكل عام قيادة السيارة ثباتها كويس، نوع الإطارات المستخدم، التيربو بس يفتح معاك، في لاق ولكن بس يفتح معاك بيعطيك أداء كويس. ثبات السيارة كدفع أمامي كويس، بس في ضجيج، يعني عم تسمعوه ضجيج المحرك، ضجيج الاكزوست، ضجيج الشارع، ضجيج الهواء. ففي السيارة اللي بدي أخذها صراحة هو أخذها فقط إن أنا أخذ شيء مو موجود في الشارع كثير بكل صراحة. الشيء الحلو فيها أنه محرك قوته معقولة جدا على وزن خفيف، هذا أكثر شيء عجبني في السيارة بكل صراحة. أما حجمها بالنسبة لي أنا إذا برفع رأس شوي بضرب رأسي في السقف، أنا منزل المقعد فمشان أقدر نازل شوي للأمام، أنا وأضبط قاعدتي بضرب رأسي مثل ما بتشوفوا. فهاي السيارة اللي ما نبحث عن تميز. طب الثبات اللي فيها السيارة كريم تحكي منطقي من وين جاي؟ هل هو فقط من هندستها من الشاصي تبعها؟ لا، هي الفكرة أيضا من أنظمة التعليق من شركة كوني، معروفة في عالم أنظمة التعليق يعني. فالجماعة التعديل من أبارث يعني صار أني أنا أجيب مثلا جارت كتوربو، كوني أنظمة التعليق، بريمبو كفرامل، وأعدل السيارة وأسويها. فالسيارة فيها أداء ميكانيكي كويس، يعني أنا عجبني صراحة أنظمة التعليق الموجودة عم تعطيها ثبات جميل للسيارة. الصوت بينقع عيالك زوز، ها؟ تبديل بتحس حالك قير عادي. طبعا حتسألوا الآن كريم في قير عادي على الفيات أبارث اللي معانا اليوم؟ نعم في قير عادي، ولكن لا يتوفر في أسواق الشرق الأوسط للأسف. لو كانت قير عادي أمتع صراحة، كان ممكن أستمتع فيها أكثر. طيب الآن كريم بالنسبة لفيات والمنافسين، سواء كان خلينا نقول البيتل بهذا الحجم، الميني كوبر، الرينو ميغان جي تي وليس الأرس، طبعا الأرس شيء خيالي جربها صهيب. بكل صراحة فيات انه يمكن الأقل انتشارا بينهم، انا بتكلم عن أسواقنا. يمكن فيات مرغوب انا بعرف في مصر جدا، ولكن مو شرط ال500 بشكل عام او الأبارث، في الفور ويل الموجود الصغير مرغوب في أسواق مصر يعني من شركات الحلوة المرغوبة الإيطالية يعني بالآخر. فليميز فيات يمكن انه هم شركة قديمة ب49، أنا بتكلم عن الأبارث نفسهم أنا، ولكن مجموعة فيات وكرايسلر كبيرة، فشركة إيطالية عريقة تعتبر، ما لها سوق للأسف في منطقتنا، بتكلم عن سواق الخليج. أنا ما بشوف انتشارها، نادرا ما أشوف أبارث ماشي أمامي خصوصا ك500، قليل جدا. فبالنسبة للمنافسين بكل صراحة يعني الميني مبيعاته أفضل، البيتل مبيعاته أفضل، انتشاره أفضل، ثقة العميل فيهم أكثر. ففيات شو خططهم عشان يكسبوا جمهور جديد، يكسبوا ثقة جمهور جديد ومستهلك جديد؟ ما عندي فكرة شو خطتهم. الجماعة عم يطوروا سياراتهم، ولكن سياراتهم هي نفسها، يعني ما شفنا شيء جديد، ما شفنا شيء ثوري. ألفا روميو عم تطلع مثلا، بحكي كشريك أو مثلا كابن عم، ألفا روميو طلعت سياراتهم الجديدة حلوة جدا صراحة. فيات وانتو المجموعة أصلا باسمكم فيات أند كرايسلر جروب FCA، ففيات إذا بيهتموا هم عندهم مبالغ عندهم فلوس يطوروا سياراتهم بسمعتهم الإيطالية، بسمعة أبارث القديمة، بتطوير أكثر باهتمام أكثر، أعتقد ممكن يقدموا سيارات تجذب الناس أكثر. أنا بكل صراحة رأيي الخاص، مو بالأكيد ممكن تتقبلوا وأنتم بالآخر قاعد عنده رأي خاص، أنا شكل السيارة أشوفها يعني مستحيل، ما يعجبني أبدا، هذا رأي خاص بعيدا عن خلينا نقول التحايد، أنا بتكلم كرأي الخاص. شكلي ما شكل السيارة ما يعجبني، لا من أمام لا من خلف، أنا قاعد فيها لا، من الداخل حلوة السيارة، كربون فايبر، التحكم فيها حلو، بس من الخارج لا بكل صراحة. أنت شو رأيك خبرني؟
دفع امامي، بس يفتح تيربو رهيب. فما حطول عليكم اكثر من هيك، ان شاء الله ما اكون نسيت اي معلومه بتهمكم. تابعونا كل شيء جديد في عالم السيارات، كل مكان احنا معاكم، سناب شات، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، تويتر، جوجل بلس، كل مكان ان شاء الله معاكم دائما. وشعارنا واحد للعالميه باسم العرب، من عرب جديد، لا تنسى السبسكرايب وتفعل جرس التنبيه. السلام عليكم.